في ظل التداعيات الخطيرة والتي تتعرض لها مصر نتيجة التفريط المتعمد في مقدراتها لتحصيل الانقلاب العسكري، وفي ظل أزمة سد النهضة والتي أخذت منعطفا خطير، وفي ظل التفريط في مياه البحر المتوسط وغازه وفقدان مصر حتى اللحظة لثروات هائلة، وتحت ضغط أزمة انهيار المنظومة الصحية وارتفاع رقعة الوباء بصورة بشعة نتيجة لكل تلك التحديات والتي فشلت فيها حكومة الانقلاب، خرج المخبر ليدعو الشعب لثورة عارمة ضد النظام الفاشل. انزلوا يوم 14 يونيو الأسبوع القادم إلى كل شارع، إلى كل حارة، إلى كل زقاق. لم تدم السكرة طويلا، فالمشاهدين بعدما صدموا للحظات وهم يشاهدون المخبر وهو يدعو لتظاهرات ضد النظام والذي يشكل هو واحدا من أحذيته العفنة، ما لبثوا إلا وظهرت الحقيقة: النظام المصري يدعو لانقلاب في تونس. فلماذا تونس؟ شكرا عبير موسى النائبة رئيسة حزب الدستوري الحر. عليكم بجماعة الإخوان الإرهابية، عليكم بالغنوش وجماعة الإخوان الإرهابية اللي موجودة عندكم، كل التحية. هناك جبهة إنقاذ شكلت النهاردة في تونس تدعو الشعب التونسي الشقيق للنزول يوم 14، يوم 14 الأسبوع القادم في تونس. الانقلاب في مصر كما هو متوقع ينضم علانية لابن زايد، والذي سعى للانقلاب بالإصرار على وأد الديمقراطية الوليدة وتكاد تكون الوحيدة في العالم العربي، مستخدما عبير موسى ومن على شاكلتها من بقايا النظام السابق في تونس الخضراء. البجاحة وصلت مداها في أنظمة خلعت كل براقع السطر ولو كذبا. ثورة تونس ضد الإخوان، ثورة الشعب التونسي الشقيق ضد جماعة الإخوان وراشد الغنوش وحزب النهضة يوم الأحد القادم. جبهة الإنقاذ التونسية توجه دعوات بدأت من اليوم، دعم كامل لثوار تونس، ندعم ثوار تونس في مواجهة عصابة الإخوان. هم دول ثوار تونس؟ جبهة إنقاذ تونسية، نفس الكتالوج، نفس الطريقة والأسلوب. أنت بتدعم مين يا ابني؟ عايز ندعم مين يعني؟ واحد تابع لابن زايد وابن سلمان ومنقلب بفلوسهم، هيدعم مين يعني؟ بدعم المنقلب حفتر في ليبيا وحمدتي وبرهان في السودان وبشار في سوريا، فطبيعي بدعم الانقلاب في تونس وبدعو لتظاهرات لإسقاط النظام الشرعي في تونس، طبيعي مفهومة يعني. المهم النهاردة 14 يونيو، حيث التظاهرات الحاشدة المنتظرة لإسقاط النظام في تونس، لكن لم يذهب أحد. الذهول كان باديا على قناة الحدث العبرية رغم صرخات أحد الداعين: انزلوا انزلوا، إنها فرصتنا الأخيرة. نحن الآن في ساحة باردو، اليوم استغربنا من الحجم الهائل من قوات الأمن. ندعو شباب تونس وحرائر تونس إلى الالتحاق بساحة باردو. يا حرار تونس، يا شعب تونس، هذه آخر فرصة لنا، هذا اليوم هذا يوم تاريخي في تاريخ تونس، لازم تلتحقوا باردو اليوم، هذه آخر امتحان لنا، التحقوا بساحة باردو إلى جميع المواطنين الأحرار، اليوم هذا آخر امتحان لدحر الإخوان المسلمين في تونس. هم سحبوا الورقة. الحدث العبرية خصصت صفحة على الفيسبوك لدعم الانقلاب تحت عنوان الحدث الإيه التونسي. الإعلام الإماراتي والمصري دعموا بكل قوة الحراك المزعوم. على مدار الأيام الماضية حاولوا بكل قوتهم تكرار ما فعلوه في انقلاب مصر، خصصوا ساعات طويلة من البث يرجون فيها الشعب التونسي: انزلوا انقضوا على الديمقراطية. لكن بفضل الله هذا لم يجدي مع الشعب التونسي، والذي اختار عبر الصناديق من يحكمه ومن يمثله في البرلمان وفي الرئاسة. الوضع هذا كان هنالك انتشار أمني ولم يكن هنالك مشاركين في الحراك إلا بعض الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول. لم يذهب أحد، ولكنهم يحاربون بكل الطرق تونس الخضراء ويريدون إفشال تجربتها الديمقراطية، يريدون أن ينقلبوا على الديمقراطية بنفس الطريقة والإسلوب. جبهة إنقاذ وجمع توقيعات لمواجهة برلمان ورئيس برلمان انتخبوا بصوت الشعب عبر الصناديق، تراهم وهم يحاولون أن ينقلبوا على من يأتي بالديمقراطية ويدعموا بكل قوة من يأتي بقوة الدبابة. درس ما حدث في مصر من إجرام نتيجة الانقلاب العسكري على الديمقراطية
استفاد بفضل الله منه الجميع، أصبح درسا بليغا لكل العالم. رحم الله الشهيد بإذن رب محمد مرسي، لولا أنه لم يقبل الدنية لظل الضباع يرتدون ثوب الحملان. الله غالب.